الو حنا في الدورة الثالثة دابا، حنا في لا كونفيرونس دو بريس باش نعلنوا اوفيسيالمون البرنامج، نعلنوا الاشياء الجديدة اللي جا بها المهرجان. ومن الاشياء الجديدة اللي خصيصا لهذه السنة هي ضيفة شرف اللي هي المانيا، كضيفة شرف اللي ممكن ان من بعد ندخلوا معها في واحد الشراكة ثقافية فنية اللي ممكن تنفع لي جون داكادير ولي زارتيست نيفو دو لا فورماسيون. ومن الاشياء عاوتاني الجميلة جدا هو رئاسة المهرجان من طرف الفنان الكبير رشيد الوالي كرئيس دورة شرفي، وهذا كيعطي واحد البعد ثقافي اخر ونيفو ديال انا بحالشي بحال دي بارون، يعني الناس اللي كيخليو اننا كيخليونا اننا يكون عندنا واحد لا ريفيرونس او نيفو ديال لي غران زارتيست ماروكان. العام فايت كانت مدام نعيمه المشرقي، الدكتور عبد الكريم برشيد، سورتو كان بحال واحد التصالح ما بين لي جينيراسيون، وهذا مهم جدا او نيفو ارتستيك. بالنسبه للبرنامج هو متنوع دائما، كاين دول عربيه، دول اوروبيه، وكاين دول اسيويه، وكاين مشاركه نيفو ديال لي رونكونتر بروفيسيونيل، حيت هو المهرجان ماشي مهرجان مسابقه ولكن مهرجان ملتقى دولي حول المسرح، اللي ممكن يعطي نورمالمون اللي كيقدر يعطي شراكات وكيقدر يعطي دي بروجي اللي كيخرجوا من هاد اي دوره كيخرجوا دي بروجي. الدوره الماضيه كانوا دي بروجي خرجوا مع دوله السويد ونيفو السينما، كانوا خرجوا مشاريع مع المانيا مع فرنسا. الوغ هاد السنه كنتمنوا المهرجان يعطينا شراكات اخرى قويه، بحال واحد الشراكه اللي كانت خرجت من العام فايت، وهذا العام غادي تاكد مع دوله بيلاروسيا، وكانوا 10 شباب من مدينه اكادير شاركوا في بيلاروسيا لمده شهر في واحد لا فورماسيون. الوغ هو مهرجان دولي ملتقى كيجمع فنانين كيجمع محترفي المسرح، وكنتمنى ان مدينه اكادير الناس مدينه اكادير يجيو يحضروا يشاركوا في لي فورماسيون يشاركوا في لي طابل روند. عندنا واحد سي با ان كادو مي سي اون بون نوفيل، واحد الحاجه زوينه هو الاستاذ الكبير ديالنا نعمان الحلو اللي غادي يدير واحد الماستر كلاس حول الموسيقى، وهذا اوسي مزيان للشباب انهم يحضروا يشوفوا فنانين الكبار اللي وصلوا. وفوالا كلشي هادشي هذا في واحد الطبق اللي هو فني، بغيت الناس ديال اكادير يجيو يحضروا ويشاركوا معنا يعيشوا معنا المسرح هاد السيمانه كلها اللي غيكون فيها الفيتاس من 24 ل 28 سبتمبر. وكنشكر من اترافيغ فو كنشكر الصحافه ديال مدينه اكادير وانهم كيجيو كيحضروا كيشجعوا الثقافه والفن وسورتو الشباب، وهذا هذه بادره طيبه. وكنقول للناس مرحبا بكم تكونوا معنا ان شاء الله في هذه لا سيمين، وشكرا بزاف. دونك هذه الدوره الثالثه 2019، دونك اليوم في الندوه الصحفيه غادي يكون معنا الحضور، غنكون انا والمدير لو ديريكتور جينيرال، وغادي يكون معنا اوسي الكونسول اونيرير ديال الالمان، لانه هذا العام هي دوره درنا ضيف شرف هو المانيا. هاد الدوره هادي دوره المانيا، وغيكون حاضر معنا حتى الكونسول اونوغير اللي كيمثل المانيا في اكادير عندنا. دونك غادي نطرقوا البرنامج والافتتاح وحتى الضيوف اللي عندنا. دونك هاد العام عندنا رئيس الدوره هو استاذ رشيد الوالي، واللي غادي تكون مكرمه هي مدام سعاد صابر في الافتتاح، وغادي تكون مدام فاطمه بوشان اللي كتمثل مدينه اكادير غادي تكون هي المكرمه في الاختتام. وغيكون معنا وسي سي حسن فلان اللي غيكون حتى هو مكرم في الاختتام. والبرنامج عندنا دوله بيلاروسيا اللي درنا معها شراكه هذا العام، دينا ديزاليف ديالنا من اكادير من منطقه اكادير باش يتكونوا تكوين في مدينه ميسك في بيلاروسيا، وحنا غنستقبلوا هذا العام وسي مسرحيه من بيلاروسيا، وغيكون حتى السفير ديالهم غادي يكون السفير ديال روسيا وسي غيكون معنا في هذه الدوره. غنستقبلوا وسي مدينه فرنسا، غادي في مدينه فرنسا باردون دوله فرنسا غيكونوا فيها جوج مدن، غادي هما اللي غادي يديروا لينا غيكونوا سبيكتاكل ديال لامبروفيزاسيون يعني الارتجال. غادي تكون معنا مدينه خريبكه، غادي تكون معنا مدينه الدار البيضاء، وغادي تكون معنا مدينه فهوره، غادي تكون معنا تارودانت، غادي تكون معنا وسي المدينه ديال اكادير بان سبيكتاكل، وغادي يكون معنا غتكون معنا اسبانيا، غتكون معنا المانيا. فوالا هذا هو البروغرام اون جينيرال. غنقتصروا على البرنامج البرنامج ديال هاد الدوره والمكرمين وضيف شرف وحتى الدوله اللي
اللي ضيفة شرف هذه الدورة. السلام عليكم. انا فرحانه لاني حاضره في لا ثوازيام اديسيون ديال فيتاس فيستيفال انترناسيونال ديال التياتر اللي هو هي مبادره طيبه بزاف كاينه في مدينه اكادير، حيت حنا خاصنا بزاف هذه المبادرات في اكادير، واللي درتها لاسوسياسيون يلا اللي هي اسوسياسيون اللي كتحط على لا توسكي كولتوريل اي ارتستيك اي تياترال اوسي. هي مبادره خلاتنا نكونوا اون كونتاكت ديريكت افيك كاع الناس اللي كيخدموا في المجال ديال الارتستيك و نيفو اندر ليشيل انترناسيونال. وانا كل مره كنحضر لانها بور موا زعما كتوري الشباب انهم يتعلموا بزاف ديال الخصال الحميده وهما كيمارسوا التياتر اللي هي لا كونفيونس اون سوا لا بريز دو بارول اون بوبليك، لان سي حوايج اللي يقدروا يعاونوهم في الحياه ديالهم بصفه خاصة أو عامة كما تيقولوا. وكنشكر أونكور أون فوا لاسوسياسيون يلا على المبادرة ديالها الطيبة لأنها استضافتني كوم انفيتي لهذا الفيستيفال، ولونغ في إن شاء الله الفيتاس. السلام عليكم. أولا أنا أتشرف بحضوري معكم هنا في المهرجان الدولي للمسرح في دورته الثالثة لهذه السنة. طبعا يعتبر مهرجان فيتاس حدثا مهما باعتبارنا نحن كطلبة في مدينة أكادير لدينا العديد من الآفاق، العديد من الرؤى، العديد من الأحلام نريد أن نحققها في بلدنا طبعا. فلهذا أنا ارتأيت لكي أحضر إلى هذا المهرجان الكبير، مهرجان السينما، لأن السينما تعتبر يعني مسألة مهمة جدا باعتبارها تحفزنا نحن كثيرا، ويعني يكون هناك تغيرات عبر مجموعة من الأفكار، مجموعة من المواضيع. ف لهذا مهرجان فيتاس يعتبر مهرجان كبير جدا دوليا وعالميا. وشكرا.